أعلن الجيش السوداني تحقيق انتصار على قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بالتعاون مع القوات المشتركة. وأوضح الجيش السوداني أنه تم تدمير مركبات قتالية واستسلام أخرى تابعة للدعم السريع. وكانت قوات الدعم السريع قد استهدفت بالمدفعية السوق الكبير ومحيط قيادة الجيش السوداني في مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. دعا الاجتماع التشاوري الثاني حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان إلى وقف شامل لإطلاق النار وتعزيز حوار سياسي سوداني شامل. وحذر الاجتماع من تداعيات الأوضاع الإنسانية والأمنية المعقدة في السودان. في سياق متصل، ناشدت منظمة العفو الدولية الأمم المتحدة توسيع نطاق حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور ليشمل جميع أنحاء البلاد كإجراء من شأنه وقف الحرب. من القاهرة ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية دكتور محمد عثمان. دكتور محمد، أهلا بك. إذن دكتور محمد، بداية في قراءة ما يحدث ميدانيا، آخر الأخبار إعلان الجيش السوداني تحقيق انتصار على قوات الدعم السريع فيما يتعلق بالفاشر، هذا التقدم وأيضا الحيثيات الميدانية إلى أين تتجه ضمن هذا الاقتتال؟ تحياتي لك وتحياتي للمشاهدين الكرام في على الكرة الأرضية جميعا. أولا بالإشارة للأخبار لما يسمع أو يدار الآن من نشاط عسكري في السودان من الفاشر، هي المناطق النزاع مفتوحة بصورة أكبر، فتحة شملت مناطق أخرى كثيرة، حيث تمددت قوات الدعم السريع في مناطق كثيرة في ولاية سنار. أما معركة الفاشر فقد شهدت في الأيام الماضية أو الأسابيع القليلة الماضية بعض الهدوء. حاولت قوات الدعم السريع الاستيلاء على مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، وفشلت في ذلك بعد هجوم متكرر وكثير نجحت فيه قوات الفرقة السادسة مشاة في الفاشر بمساعدة قوات الحركات المسلحة أو ما يسمى بحركات الكفاح المسلح. فضت هذه القوات، وفي الفترة الماضية تم قتل قائد تلك القوات التابعة للدعم السريع، ومما أدى ذلك إلى ضعف في الهجوم من ناحية الدعم السريع، ونجحت القوات المشتركة والقوات الشعب السوداني الجيش السوداني في الحفاظ على مدينة الفاشر، حيث لم تتعرض في الفترة الأخيرة إلى أي هجمات، بل بالعكس سعت القوات إلى تمشيط المدينة والمناطق المجاورة لها. وهنالك أحاديث أخرى عن أن القوات المسلحة وقوات الحركات المسلحة تنتشر في بقاع كبيرة وبقاع شاسعة في ولاية شمال دارفور، حيث من المتوقع أن تستطيع في الفترات القادمة وفي الأيام القادمة تحقيق بعض الانتصارات في بعض المناطق التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع في فترات سابقة. هذا بما يختص في مدينة الفاشر. إلى أين قد ينتقل هذا الاقتتال تاليا دكتور محمد ما بعد السيطرة على الفاشر؟ وإذا ما أردنا أن نتحدث عن أهمية السيطرة أو الانتصار، تحقيق هذا الانتصار من قبل الجيش في الفاشر بالتحديد. هو الفاشر طبعا هي قبل التقسيم الجغرافي الاخير لولايات دارفور، هي كانت اصلا في الاساس هي ولايه واحده او اقليم واحد اسمه اقليم دارفور، وكانت حاضرتها هي الفاشر. الفاشر هي تعتبر من اكبر مدن دارفور عامه. نعم. وبالتالي الحفاظ على الفاشر كحاضره وكدوله كمدينه كبيره لها مدلولاتها يعتبر انتصار للقوات المسلحه في انها حافظت على مدينه الفاشر تحديدا من السقوط في يد القوات الدعم السريع. فدارفور في شكلها الحالي هي 5 ولايات، استطاعت قوات الدعم السريع السيطرة على 4 ولايات، ولكن نجحت القوات المسلحة والقوات الحركات المسلحة في الحفاظ على مدينة الفاشر، وهذا يعد انتصارا، وأصبح هو نقطة تحول الآن للخروج من الفاشر وتحرير المناطق الأخرى التي سيطرت عليها قوات الدعم السريع. وشهدت هذا في اليومين الماضيين تحركات واسعة جدا لقوات الحركات المسلحة وحركات القوات المسلحة والحركات المسلحة أيضا في تحرير بعض المناطق المهمة التي كانت تعتبر خطوط إمداد للدعم السريع في السيطرة على المناطق الأخرى من السودان. هذا يعني أن عملية التحرير لمناطق دارفور سوف تبدأ من الفاشر أو بدأت بالفعل من الفاشر، حيث تتحرك القوات الكفاح المسلح في مناطق شاسعة كما أسلفت لك إنها استطاعت أن توقف أو تغسل طرق الإمداد التي كانت تتخذها قوات الدعم السريع في إيصال الأسلحة والجنود وما إلى ذلك في
مهاجمتها للمدن الأخرى في دارفور وفي المناطق أخرى من السودان، حيث تتمدد هذه القوات التي تعتبر دارفور هي المعبر لها للدخول إلى مناطق أخرى في السودان في الوسط أو في ولاية سنار أو في الخرطوم أو في الجزيرة أو في مناطق أخرى. تعتبر دارفور هي المدخل، وعندما تستطيع القوات قفل هذه الطرق التي تمثل الإمداد للقوات الدعم السريع فإنها بالتالي نجحت كثيرا في الحد من انتشار هذه القوات، وبالتالي تحقق أهداف مستقبلية في تحرير المناطق الأخرى إن شاء الله. نعم، إذن دكتور ما زلنا نتحدث عن أن هذا الاقتتال ما زال دائرا وأيضا يتحرك باتجاه وجهات أخرى ما بعد الفاشر، ماذا بالنسبة للدعوات، هذه الدعوات من قبل الاجتماع التشاوري إلى تنسيق لمبادرات وجهود نحو السلام، كذلك وقف إطلاق النار والدعوة لحوار سياسي سوداني شامل، أين ذلك في خضم هذا الاقتتال على الأرض؟ هو في الأساس نجد في الأسابيع الماضية هو هنالك نشاط سياسي كبير جدا للبحث عن حل أزمة الحرب في السودان، وقد شهدت المناطق شهدت كثير من الجولات على في هذا السياق، حيث نبدأ من مفاوضات القاهرة، حيث جمعت القاهرة بعض القوى المدنية الداعية لوقف الحرب، ثم تبعتها بعد ذلك اجتماعات دعا لها الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، ثم تلا ذلك زيارة للسيد نائب وزير الخارجية السعودي للسودان، ثم تلا ذلك أيضا زيارة لرئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد للخرطوم. هذا الحراك السياسي الكبير يقود إلى أن هنالك تحول كبير في السياسة الإقليمية تجاه السودان، وهو كان بمثابة عصف ذهني لما دعت له الآن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية لحوار شامل في جنيف في 14 من أغسطس المقبل، حيث دعت الخارجية الأمريكية القوات المسلحة والدعم السريع إلى جلسة حوار شاملة في جنيف في 14 من أغسطس المقبل. وقبل ذلك رشحت الأنباء أن هنالك زيارة كبيرة أو زيارة على مستوى عالي من يقودها المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو إلى الخرطوم في 8 أغسطس، وهذا بمثابة أن هنالك حراك كبير يدعو إلى وقف إطلاق النار أو يدعو إلى تحقيق سلام. ولكن في المقابل يجب أن نتطرق إلى شيء مهم جدا، هو هل تستطيع هذه المباحثات أو هذا الحراك السياسي والدبلوماسي الإقليمي والدولي في وقف الحرب، وإذا استطاع أن وقف الحرب هل يستطيع أن يوقف أسباب اندلاع هذا الحرب؟ أي بمعنى أن وقف الحرب ممكن أن يكون سهلا، ولكن وقف أسباب اندلاع الحرب أو تجدد الحرب مرة أخرى هو هذا هو المحك الحقيقي الذي تقع فيه أو الذي يقع على عاتق هذه الدول أو على هذه الإقليم. أشكرك كل الشكر الدكتور محمد عثمان أستاذ العلوم السياسية، كنت معنا من القاهرة. من أمستردام ينضم إلينا رئيس حزب الإنماء دكتور عيد إبراهيم بريمة، أهلا وسهلا بك دكتور عيد. إذا نتحدث الآن عن جهود، هذه الجهود واضحة فيما يتعلق بالوصول إلى حوار سياسي سوداني شامل، إذا ما تحدثنا عن قوات الدعم السريع في هذا الإطار، ما هو التوجه من قبلها نحو هذه الحوارات المطروحة؟ شكرا جزيلا للإضافة الاستضافة. وحسب ما نرى في الميديا أو ما يعني يرد علينا من جهات كثيرة أو مصادر كثيرة، إنه هنالك جهات كثيرة تدعو إلى السلم والمنصات كثيرة تدعو إلى أن يكون هناك اتفاقية سلام وإيقاف حرب، من ضمنها جنيف، والراعية لذلك الأمريكان نفسهم برعاية سويسرا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى كذلك تكون مراقبة لذلك. وعلى حسب ما رأينا أنه يجب أن يكون في قبول من الطرفين، من الجيش والدعم السريع لهذا الاتفاق أو لهذه المنصة، منصة جنيف للاتفاق لوقف الحرب. وزي ما رأينا في الميديا أنه ناس الدعم السريع قالوا نحن حنقبل، لكن حتى الآن لم نرى ذلك من الجيش. فبالتالي احنا في حزب الانماء انه راينا دائما وقف الحرب مع السلام، ونحن في مرحله نمثل كاجاويد او ناس بيحلوا النزاع بين الطرفين بالسودان الداري الحجازين، يعني نحجز بين الطرفين المتشاكسين او المتحاربين. فبالتالي بنرى كل هذه المنصات هي منصات تؤدي الى وقف الحرب وتؤدي الى وقف
النزيف السوداني، وهذا شيء جيد ونرحب بذلك. نعم، هل ترى أن الظروف الآن متاحة أو الحيثيات قد تخدم الوصول أو بدء هذه الحوارات بأي شكل كان؟ حتى الآن بالنسبة للشعب السوداني ككل تضرر كثيرا، وأي محاولة لوقف النزيف تكون من صالح الشعب السوداني، وده شيء جيد جدا طبعا، ولكن على مستوياتهم هم العسكرية طبعا ده يتكلم هم الخبراء العسكريين أو ناس من الجانبين، لكن نحن لسنا بطرف من هذا أو ذاك. بالتالي رأينا أنه أي منصة أي محاولة لوقف الحرب هي محاولة لوقف النزيف، محاولة لوقف معاناة الشعب السوداني ككل، ومحاولة مرحب بها أو منصات مرحب بها، وما في حد يرفض السلام في هذا الوقت إلا يكون إنسان تاجر حرب أو إنسان يعني لا يمس شيء من الحرب، بالتالي يريد الحرب أن تطول، ولكن ليس هنالك شخص يتضرر بالحرب أنه يتمنى أن الحرب تستمر، وهذا شيء غير مقبول طبعا. نعم، الحديث أيضا يتطرق إلى دعوات فيما يتعلق بحظر الأسلحة، هل ترى ذلك أيضا متاحا في ظل هذا الاقتتال الدائر أو قابلا للتطبيق على الأقل؟ حظر الأسلحة، نحن مع حظر الأسلحة التي دمرت كثير من المواطنين من الضرب العشوائي من الجانبين، والمواطن نفسه هو المتضرر طبعا. في أي حرب استخدام الأسلحة لضرب أهداف مدنية يعتبر جريمة من جرائم الحرب التي يجب أن توثق، وده شيء طبيعي طبعا، أن توثق جرائم حرب ضد أي من الطرفين إذا يعني استهدف منشآت مدنية، استهدف مدارس، استهدف مستشفيات، استهدف كباري، دي كلها أو استهدف مواطنين عاديين، دي كلها تعتبر جرائم حرب ويجب أن يحاسبوا عليها. فبالتالي حظر أي نوع من الأسلحة وخاصة الطيران الذي استهدف كثير من المدنيين، وفي الميديا طبعا منتشر، يمكن أدرى أنتم أهل الإعلام أدرى بذلك، الطيران ضرب كثير من المدنيين في كثير من الأماكن، دي بتكون خطوة إيجابية لإحلال السلام ولتنفس المدنيين أنهم يبعدوا من شبح الحرب والخوف الدائم بالنسبة للمواطنين. فبالتالي حظر الأسلحة بيكون شيء متقدم جدا وخاصة في الطيران، إيجابي يعني في الإجراء لإنزال السلام في الواقع. دكتور عيد، فيما يتعلق بكل ذلك هناك أيضا الوضع الإنساني الكارثي في السودان، ما يحدث في كثير من الأقاليم وحركات النزوح أيضا، كيف قد يتم التعامل مع ذلك الآن في ظل توسع هذا الاقتتال على الأرض وفي ظل عدم وجود حوار سياسي أو حل، ما زالت هناك معاناة واضحة للشعب السوداني؟ يجب على المجتمع الدولي فرض الواقع على الجانبين بدخول المعونات الإغاثية بكل حدود السودان، إن رفضوا أم يقبلوا ذلك، يجب أن يكون في قوة دولية تفرض دخول الإغاثات الدولية مهما يكون، وهم يكونوا مسؤولين من هذا من الجانبين يعني، فيجب أن يقبلوا بذلك، يجب أن يكون حتى لو تكون حوارات جانبية، مثلا الأمم المتحدة تتحاور مع مناطق سيطرة الدعم السريع، تتحاور مع في المناطق بسيطرة الجيش، ويدخلوا ويعني يجدوا تسهيل لدخول الإغاثات الإنسانية ولو بالإجبار بالقوة الدولية يعني، فهذا شيء طبيعي وحق إنساني لكل إنسان عايش داخل السودان، لأنه هم ما أطراف في الحرب، الحرب هي ما قايم بها 40 مليون شخص، الحرب لو أخذنا جانب الجيش أو جانب الدعم السريع ما يكونوا كلهم مليون. متى يمكن أن يكون هذا التدخل دكتور عيد بوجود قوات دولية على الأرض؟ وجود قوات دولية على الأرض كانت في زمن البشير، يعني ما هو بشير. نعم، ولكن نعم صحيح، تفضل. أيوة، في زمن البشير كان في قوات دولية على الأرض وكانت في قوة مستقرة، وموجود قوات دولية في دارفور، يعني اليوناميت معروفة موجودة وبتقوم بأعمالها وبمراقبة في وقت أنه كان الدولة نوعا ما مستقرة أكثر، ولكن في مشاكل موجودة. فإذا يجب أن القوات الدولية ما شرط إلا تكون من دولة واحدة، من دول كثيرة جدا وبتكون وحدة ووراها كل الدول في العالم، يعني هذا شيء طبيعي أنه الإغاثة لإنقاذ ناس يموتوا من الجوع لسبب أنه جهتين متحاربتين ويكونوا في ضحايا مدنيين، هذا شيء غير مقبول بالنسبة لي
المجتمع الدولي ككل، وهذا يعتبر عاري على المجتمع الدولي كله. يجب ان يكون هناك تدخل حتى لو بالقوه، لو في جهه رفضت انه الاعانات تدخل فهذا شيء مفرق منه. يعني يجب ان الاعانات تدخل للمدنيين المحتاجين لها. يعني الان في مجاعه، على حسب تقارير بعض الامم المتحده انه في يعني عدد هائل من الناس النزحوا، من الناس العربيين من مناطق الحرب ولدول الجوار، حتى هي ما بتستحملها لاوضاعها الاقتصاديه. فبالتالي دي بدت مساله ضروريه جدا، انه الان يجب ان تكون في خطوه زي هذه. يعني اذا حتى هم لم يقبلوا، لا، يجب المجتمع الدولي ان ياخذ خطوه ضروريه لهذا التدخل السريع لانقاذ المواطنين الضحايا لضحايا الحرب. شكرا جزيلا لك دكتور عيد ابراهيم بريما، رئيس حزب الانماء، كنت معنا من امستردام.